العمارة عندنا مستشفى ستدار من قبل شركة تركية، عندنا مستشفى الشعب اللي إن شاء الله خلال شهور قريبة جدا نطلقه وينزل لأرض الواقع من خلال تقديم خدماته. مستشفى نعم. الشعب مستشفى حقيقة النسخة طبق الأصل المستشفى موجودة بإسبانيا. نعم. استنسخناها ونقلناها. نحرص بعد ما وجه الرئيس أن الخدمات تكون تقدم من خلال الشراكة، وتعاوننا والأخوة بوزارة الصحة في سبيل التعاقد مع الشركة لدير المستشفى الأصلي بإسبانيا. نفسها راح تكون في إسبانيا تكون في العراق. خصصنا الموازنة المطلوبة، قعدنا والأخوان بالصحة باجتماعات متلاحقة. سيكون كل هذا سبب بتوفير خدمات ترقى إلى طموحنا حقيقة. طيب.